شوفوا الكبة وترتيبها. الخبز بنطلعه هون والشكل بنطبخه هون وكل شيء بنسويه بالفرن الحجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لارجو فلوريدا بنقولكم يا هلا. جايين اليوم على مطعم الشرق ايست بيسترو. مطعم زمان سمعانين عنه انه اكله طيب، معجناته ظريفة، من اطيب المعجنات اللي ممكن تاكلها هون. عنده معجنات، عنده حلويات، عنده مشاوي، عنده شاورما، عنده كثير شغلات. جينا اليوم لندوق أكله ونشوف الترتيب. تعالوا يلا لأنه بلش الجوع. شو يساوي هاكوزا؟ فايتين لجوات المطبخ طبعا مطعم إيست بيسترو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيكم. عرفنا عن حضرتك. أنا أسامة شمسي أبو عمر من سوريا، من مدينة اللاذقية. أنا حالياً مقيم بأمريكا تقريباً من سنة 2014، أول 2014. شو عم بتشكلس لنا هون معلم؟ هذا عم نتبل الدجاج تبع شيكن كباب، هلا بيكون جاهز للتتبيل، خلصناه بنحطه لبكره، هذا الطبق مطرش. ما شاء الله، مشان تشرب وتتعب. نعم نعم. شو اللي خطر لك هيك إنه أنت بدي أعمل مطبخ هون ومطعم وأقدم؟ لأنه أنا شايف ما شاء الله أغلب زباينك هون تقريباً أمريكان. نعم، معظمهم أمريكان، حوالي 90% أمريكان و10% عرب تقريباً. ما شاء الله. لا. تبارك الله. فاميلي بزنس، عم تشتغل حضرتك. ايه. مع عيلتك، مع اولادك. ايه. مع زوجتك. مطعم صغير، يعني هو الفكره فيه عباره عن معجنات وحلويات، ولكن دخلنا بعض الاكل اللي يعني بيتعلق بطابعنا نحن السوريين، اللي هو مثل الفلافل، الحمص، بابا غنوج، السلطات، تبوله، البيف كباب، الشيكن كباب، الساندويش الشكل، يعني بحيث ان الزبون وقت بيدخل يلاقي طلب. كنا مقيمين في مدينه الرياض حوالي من 91، وكان شغلي تقريبا في المخابز والحلويات. انشانا مخابز وحلويات باسم مخابز الرابيه في منطقه شمال الرياض، والحمد لله كانت ناجحه جدا. واضطرينا نجي على امريكا بال 2014 بسبب دراسه الاولاد والبنات بالجامعه هون في ولاية فلوريدا، وفتحنا المطعم مشان افضل ما نشتغل كموظفين وكمعيشة، يعني مشان موضوع المعيشة، ولوين ما يخلصوا الاولاد مدارس وجامعات والامور ان شاء الله تكون افضل. ما شاء الله تبارك يا سيدي. الله يرزقك ويوفقك ويبارك لك ويخلي لك هاللقمة الطيبة وهالعيلة الحلوة. تسلم. الله يخليك. الله يجبر بخاطرك. الممتاز في مطعمنا انه معظم اكله فريش، من خبزه، الخبز بنطلعه هون والشكل بنطبخه هون وكل شيء بنسويه بالفرن الحجري، وبالتالي يعني بنسوي كميات بسيطه بحيث انه نضمن للزبون اي لقمه ياكلها تكون فريش مباشره. يا سلام. هاطل سلم عليك يا جماعه الخير. شيء شكله فاخر على الاخر. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الترتيب شلون يا جماعة، يعني صفرة عن جد مرتبة محترمة، مالي عرفان من وين بدي بلش. خيارات رائعة جدا. الخبز بيعملوه هون عندهم هن بالفرن وبيساووا الخبز فريش. بسم الله الرحمن الرحيم. هي هيك صحن مسبحة. هندوق هي المحمرة بالجبنة. شوفوا الترتيب شلون محمرة بالجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هم داري هاي المحمرة تبع الشام الترتيبية. تعالوا نشوف التصبيحة. يا سلام.
تتبيلة رائعة جدا تبع الصفيحة بتاخذ العالم. الجبنة لحال مع الزعتر هي طبعا نص بنص عملناها، شوفوا شلون ترتيبها يا عيني. عندهم فلافل، على عندهم سندويش الفلافل رهيب جدا. شوفوا لي البابا غنوج، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، باذنجان مشوي. تعالوا ندوق الكباب. دور الكبة، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الكبة وترتيبها، قطعة سخنة، يا سلام. صراحة شيء فاخر، ما عرفان شو تاكل شو تترك. هلا صار وقت الحلقة. طبعا عنده اصناف حلويات يا جماعه، نقينا منهم هالكنافه هي بالقشطه. عنده كنافه بالجبنه بيعمل لك اياها تازه، ما بيساويهم بيخليهم على جنب. انت بتقول له وصي لي على كنافه بالجبنه بيساوي لك اياها لبين ما تاكل، بتفوت انت على الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملايين يا جماعه الخير، ايس بيسترو بلارجو ننصحكم فيه، جربوا على مسؤوليتي. السلام عليكم، خلينا ناكل.